Iqra'u Al-Quran fa'innahu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li ashabih. Rasulullah SAW bersabda bacalah Al-Quran sungguhnya. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi kamu. Surah Muhammad. والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا, وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كذلك يحيي ذلك كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بان الذين كفروا ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الباطل ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان ال... وان وان الذين آمنوا وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ذلك بأن الذي ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم Kadzalika yadrubullahu lin-nasi amsalahum Fa idza laqidhumul ladzi fa idza laqidhumul ladzina fa idza la fa idza laqidhumul ladzi lagawru wa darabar fa darabar riqab hatta idza adantumuhum fashuddu fashuddu حَتَّى إِذَا أَذْهَمْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقِ. حَتَّى إِذَا أَذْهَمْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقِ فَإِمَّا مَنَّ وَإِمَّا فِدَاءً. حَتَّى تَدُعَ الْحَرْبُ أَوْزَارُهَا كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّارِ. ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ